الام ام اي باختصار شديد هي رياضة قتالية مزيج بين كثير من رياضات فنون الدفاع عن النفس، فقوانينها تسمح بتقنية الضربات المباشرة سترايكين والمساكات الجرابلين في وضعية الوقوف ستاند اب او على الارضية جراوند فايتين، مما يسمح للمقاتلين لهذه الرياضة بخلفية مختلفة من فنون القتال كالملاكمة والجوجوتسو والتايكواندو والمصارعة والجودو والمواي تاي وغيرها. والتحكيم ذلك المشكل القديم الجديد، ففي أي رياضة كلما كان التحكيم عادلا كلما كانت تلك الرياضة على ما يرام. وقوانين التحكيم لا تجري كما يريد المتفرج، بل هي مسيجة بقوانين تضبط اللعبة، ولولا وجودها لا أصبح قانون الغاب هو السائد في النزال. ولمعرفة قانون التحكيم ضرورة ملحة سواء للمقاتل أو المدرب ليجعلهم أكثر احترافية في إدارة النزالات ويزيد من قدرتهم على اقتناص الفوز. والقتال في الإميمي عبارة عن 3 جولات، وكل جولة تستغرق 5 دقائق، وما بين كل جولة والأخرى دقيقة للراحة، كما أن هناك 7 أوزان محددة خاصة بكل الفئات، وهناك حكم الوسط داخل القفص لونتاغون و3 حكام. ودور حكم الوسط هو التحكم في القتال والسير عام للنزال من بداية الفايت إلى حدود سماع قرع الجرس، كما أن حكم الوسط يسهر على المحافظة على سلامة المقاتلين وإيقاف الفايت في الوقت المناسب، فلا يوقف النزال في وقت مبكر، أي ما يزال المقاتل في وعيه وما زالت عنده قدرة على مواصلة التباري والدفاع عن نفسه، ولا يوقف حكم الوسط الفايت في وقت متأخر بحيث أن المقاتل فاقد للوعي ويتركه يتلقى ضربات إضافية. كما على حكم الوسط إيقاف النزال بشكل مباشر، فإذا حدث الطاب وهو ضرب الأرض بالكف أو على كتف الخصم، فهذا يعني بأن المتباري في حالة مستعصية من الصعب الخروج منها كاختناق أو غير ذلك، فحكم الوسط مجبر على إيقاف النزال وليس له اختيار. ودائما حكم الوسط يكون قريب من كل العمليات للتدخل الفوري، فيتدخل إذا ضرب أحد المتبارين خصمه بأصبعه في العين أو بركلات إلى المناطق الحساسة، فيأمر بإيقاف القتال ويعطي للمقاتل 5 دقائق حتى يسترجع قواه. كما أن هناك 3 حكام بالتحديد أمام القفص وبالقرب منه، دورهم هو التركيز على مجريات القتال وتسجيل الفائز، وذلك حسب معايير ومقاييس محددة ومضبوطة. كما أن على المقاتل لبس الشورت والقفازات المفتوحة وواقي الأسنان والواقي السفلي. فكيف ينتهي النزال وكيف يتم احتساب النقاط؟ قوانين الإميمي تعتمد على الطرق التالية، التي عن طريق إحداها يتم إنهاء القتال مباشرة أو بعد انتهاء الجولات المحددة، ويتم إعلان المقاتل الفائز بالنزال إما بالضربة القاضية لوك نوك أوت، مقاتل يسقط مغشي عليه بعد تلقي ضربة قانونية، ويتم إنهاء القتال فورا بغض النظر عن الجولة الحالية والجولات المتبقية. الضربة القاضية التقنية تكنيكال نوك أوت، الحكم يقرر إنهاء القتال لمشاهدة مقاتل غير قادر على الدفاع عن نفسه، أو أن يقوم الطبيب بإعلاء إنهاء القتال إذا ما شاهد المقاتل في وضع غير آمن للاستمرار في القتال بسبب إصابة خطيرة أو نزيف دموي شديد يعيقه عن الاستمرار في القتال. ومن الممكن أن يعلن إنهاء القتال بطلب من زاوية المقاتل مدربه برمي المنشفة نظرا لتعرض مقاتله لضرر يؤثر على مسيرته، وهذه الحالة نادرا ما تقع. وهنا يتم إنهاء الفايت مباشرة بغض النظر عن الجولات المتبقية. هناك عملية الإخضاع أو الاستسلام submission، المقاتل يعلن استسلامه من خلال الضرب بكفه على الأرض بشكل واضح يعني الاستسلام، أو الضرب بكفه على الخصم بشكل واضح يعني الاستسلام، أو التكلم شفهيا أو إعلان الاستسلام من الحركات الاستسلامية أو الاستسلام من أي شيء آخر كاللكمات أو الإصابة. وهنا كذلك يتم إنهاء القتال مباشرة بغض النظر عن الجولات. أنواع القرارات: في حالة انتهاء جولات القتال كاملة يتم اللجوء لقرار لجنة التحكيم المكون من 3 حكام موزعين حول قفص الحلبة لتسجيل نقاط القتال، التي تعتمد على أمور كثيرة من عدد الضربات المؤثرة
والمحاولات الناجحة في فنون الإمساك وطرح الخصم وأخذ القتال للأرض وكل ما يدخل في مبدأ السيطرة العامة والفعالة داخل القفص. فهناك قرار بالإجماع معناه 3 حكام اتفقوا جميعهم على وجود فائز واحد. هناك قرار منفصل أو منقسم يعني الحكم رقم 1 أعطى الفايت للمقاتل ألف، والحكم رقم 2 أعطى أيضا الفايت للمقاتل ألف، لكن الحكم رقم 3 أعطى الفايت للمقاتل باء. قرار الأكثرية أو الأغلبية، حكم رقم 1 أعطى الفوز للمقاتل ألف، وحكم رقم 2 أعطى الانتصار للمقاتل ألف، أما حكم رقم 3 أعطى التعادل للمقاتلين. التعادل، حكم رقم 1 أعطى الفوز للمقاتل ألف، حكم رقم 2 أعطى الفوز للمقاتل باء، وحكم رقم 3 أعطى التعادل. آخر نوع من التعادل، أي 3 حكام حسبوا الفايت تعادل بين المتقاتلين، فالفائز دائما يأخذ 10 نقاط، المنهزم 9 نقط أو أقل، هذا إذا كان الفايت متقارب. نقاط 10-8 إذا كان المقاتل حاصل على 10 قد سيطر شاملة على القتال، وصاحب نقطة 8 ضعيف جدا، لكن نادرا ما يكون في التنقيط 10-8، فغالبا ما يكون 10-9، كما أن حكم الوسط ليس له علاقة بحكام الخارج إلا في نقطة الاتصال تايم أوت، عندما يقوم المقاتل بركلة نقطة حساسة أو مخالفة فحكم الوسط يطلب تايم أوت أو وقت مستقطع ويؤشر على نقص نقطة، فإذا كانت ضربة قاضية أو إخضاع هذه مسؤولية حكم الوسط يعلن عن الفائز. فلا بد للفايتر للفوز إظهار العدوانية للحكام بأنه مقاتل شرس وأن تكون ضربته مؤثرة ويسيطر بشكل عام ويضغط على الخصم في الزاوية أو يسيطر على نفس الأنتاغون أو بطرح الخصم ويسدد له ضربات مركزة، كل هذا يعطي للمقاتل الحظوظ بالفوز. دمتم في أمان الله.